تلفزيون المارينا، ودائما يعني ما يميز يعني الكويت الرائدة في العمل الإنساني والعمل الخيري والعمل التطوعي. تجد أن الجميع شبابا وبنات، أطفال، شيوخ، رجال، نساء، الكل يمد إيده لمساعدة الغير في المجتمع والانغماس في مجاميع تطوعية اللي يجدون فيها السعادة الحقيقية تحقيقا لمفهوم العطاء المجتمعي. وهذا الأمر اللي جبلنا عليه، واللي دائما مهما عشنا أي سلبية في المجتمع، وجود هذه النقاط المضيئة هي اللي تضيء دائما مسارات الكويت وتعكس صورتها في الداخل والخارج. احنا يعني تربينا على هذا العطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله أيضا امتداد في الأجيال القادمة. وهذا ما دائما المجتمع حريص عليه في كل طبعا مجالاته وفصوله وميادينه. أنا قبل فترة تواصلت وياي المعلمة الأستاذة شريفة المطوع من مدرسة أو ثانوية الروضة، ورتبت معاي للقاء يبون يبرزون في دور بناتنا للعمل على توعية الناس فيما يخص أمر مهم جدا، وهو حفظ النعمة وعدم إهدارها، وشلون نقدر نستفيد منها. هذا أمر جميل، ودائما موائد الخير في رمضان تجود بما يعني تفرده هذه الأيادي الكريمة البيضاء من بيوت أهل الكويت لكل المحتاجين في المساجد وفي الأماكن المخصصة لذلك، وحتى في بيوتهم نفسها. وأيضا نشكر المعلمة خلود النصف، معلم الأحياء في مدرسة ثانوية الروضة وفي مركز صباح الأحمد للموهبة. مالكم بالطويلة، عندي بناتنا طالبتين، الطالبة لوجين جابر الشمري. مساء الخير لوجين، حياك الله. مساء النور، حياك الله يحييك. شلونك؟ مبارك عليك الشهر مقدما. الله يبارك فيك. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. انت قاعد على كرسي اذاعه المارينا، ها حركات. عساك على القوه. وايضا رحب ايضا في طالبه عائشه يوسف النجم. شلونك عائشه؟ الحمد لله. عليكم السلام. انتم طبعا طالبات في او طالبات ولا متعلمات؟ متعلمات وموهوبات أيضا من ثانوية الروضة في فصول الموهبة. صح طبعا. أولا يعني خلنا نتكلم بشكل عام، شلون يعني تشوفون العطاء بالكويت؟ يعني بسألكم أنت وكونكم يعني الجهود اللي أنتوا الحين قاعدين تبذلون هذا جزء يجسد مفهوم العطاء. لما اشتغلتوا سواء في هذا المشروع أو أي مشروع آخر تخدمون فيه الآخرين، شنو تحسون من داخل؟ سعادة، سعادة وايد كبيرة. شعور العطاء شعور عجيب، خاصة انك تتطوع، ومو بس تتطوع، حتى لو يعني سويت شيء لوجه الله يعني يعطيك السعادة داخل. وهذا الشعور لا يمكن تحصلين عليه من احد، هذا انت تحسينه لما انت تحسين ان هذه الخدمة اللي قاعد تأدينها لوجه الله سبحانه وتعالى، تحسين ان انت سعيدة وممتنة لذاتك. صح صح. فعساكم على القوة. قبل لا ندخل في اللقاء، ايش رايكم بمعلماتكم؟ شنو علاقتكم؟ شنو وايد أحب معلماتي كلهم خاصة أبلة شريفة المطوع وأبلة خلود، وأشكرهم يعني وايد إن هم ساعدونا، وإن هم قدروا إن هم يخلونا نوصل صوتنا لأفراد الكويت كلهم عن طريق إذاعة مارينا أف أم. ولوجين بسمع منك. طبعا احنا اليوم جايين في اذاعه مارينا سبب رئيسي الا وهو نشر الوعي في المجتمع. وصراحه ما كنا نقدر نوصل هالمكان لولا ابله شريفه وابله خلود، عساهم على القوه. عندكم مشروع اسمه حفظ النعمه ابعاد وزوايا، وهذا المشارك في مسابقه نسيمات الخزامه في وزاره التربيه. أيوه. زين، خلينا نتكلم عن مشروع حفظ النعمة أبعاد وزوايا، وشوف أنتم الهوديز اللي لابسينهم مكتوب عليها نسيمات الخزامة. حركات والله، إيه يعني البراندنج صح. زين،
في البداية أنا بسألك لما أقول لك حفظ النعمة شنو أول شيء يضرب بالك؟ أن الأكل شلون ينحفظ بأعلى جودة ويقدم صحيح. يعني لما أقول لك حفظ وإن النعمة وإنما نتخلص منها مجرد أن احنا نروح نخليها يعني نهدرها وهي ممكن في مستحق هو أولى فيها صح. ممكن النعمة تكمن في المال أو الأولاد أو حتى الأكل اللي أنعم الله علينا سبحانه وتعالى. إحنا اليوم راح نصغر دائرة الحوار، ما راح نتكلم عن جميع نعم الله، راح نتكلم بالأخص عن نعمة الأكل أو نعمة الطعام وشلون إحنا نقدر نحافظ على هذه النعمة. هذا عند عائشة موضوع هدر الطعام عند عائشة. عائشة يعني كلميني عن البعد الشرعي لهدر الطعام أولا. راح أذكر لك البعد الشرعي، بس أول شيء بذكر لك شيء، إن أنت بالبداية كنت قاعد تسأل الناس شنو مصدر سعادتهم. إحنا مصدر سعادتنا كفريق في مسابقة نسيمات الخزامة إن إحنا نحفظ النعمة ونحاول إن نحد الهدر من النعمة نفسها، هذا مصدر سعادتنا. وبالنسبة للبعد الشرعي ببدي لك بآية، فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف معصية عند الله عز وجل يعاقب عليها فاعله، وإحنا ندعو إلى تصحيح ثقافة يعني شلون الناس تفكر عن طريق إنه يعني حفظ النعمة وهدرها. فمثلا كالخبز وغيره من الأكل المطبوخ البعض يستهين بهذه الكمية القليلة اللي لابد يعني يستهينون فيها، يعني هذه كمية شوية عادي عندي أقطها، بس هي عند الله كمية مو شوية. وهم لما نجمع كمية شخص مع شخص مع شخص شنو راح تعطيني؟ كمية كبيرة جدا. بالتالي احنا ما يصير نستهين بهذا الشيء، ولازم ان نحاول نحد من هدر الطعام. نعم، واحنا لما نتكلم ايضا عن هذه الأبعاد الهدر وتكلمت انت عايشة عن البعد الشرعي في هذا الأمر، ايضا لجين في بعد بيئي وبعد اقتصادي. كلمينا عن البعد البيئي، عن اللي ينتج عن هدر الطعام شنو ممكن يكون أثره. طبعا بالبداية عنوان الحملة وهو حفظ النعمة أبعاد وزوايا، لازم ننظر في كل بعد وفي كل جانب عشان نقدر نحل هذه المشكلة صح. فذكرت عايشة زميلتي البعد الشرعي، والحين أنا راح أتطرق حق البعد البيئي. شنو البعد البيئي اللي ينتج عن هدر الطعام؟ الحين لما أنا أقول لك البعد البيئي يعني شنو تأثر هدر الطعام بالبيئة؟ إنزين، تدرون شنو يصير لما أنا ما أكمل صحني للآخر شنو يصير بالبيئة؟ أو إذا ظل أكلك أو تقط الباجي عزكم الله بالزبالة شنو راح يصير بالبيئة؟ البيئة والطبيعة حوالينا تتأثر بشكل رئيسي بالطعام اللي نهدره. ليش؟ لأن هذا الطعام بالتالي راح ينتقل حق نفايات، وهذه النفايات راح تسبب لي انبعاثات لغازات الميثان وغازات ثاني أكسيد الكربون اللي تسبب الاحتباس الحراري، والاحتباس الحراري مشكلة تعاني منها الأمم بجميع الكرة الأرضية، يعني كل العالم قاعد يعاني من الاحتباس الحراري، وهدر الطعام جانب من جوانب الاحتباس الحراري. نعم. الآثار اللي تسببها الاحتباس الحراري وانبعاث هذه قد لا تكون اليوم مباشر واللي بعدها إيه؟ هي لم تأخذها فترة على مر السنين تأثر على البشر في سنوات مقبلة. عشان كذي يتم يعني التقليل من الأضرار بالبيئة على أساس تكون يعني في جودة في حياة صحيح. البشر زين. فأيضا البعد الاقتصادي لوجين، إذا نبي نتكلم عن البعد الاقتصادي أوكي. شنو ممكن نقول في البعد الاقتصادي؟ الله يسلمك، أنت تدري عشان أنقل الطعام المهدر كم راح يكلف؟ يعني أنت الحين رميت وهدرت طعام بالنفايات، الدولة عشان تنقل هذه النفايات إلى أماكن الردم تصرف مبالغ حيل كبيرة. يعني في إحصائية تقول إن تكلفة نقل النفايات إلى المرادم تصل إلى معدل 57 مليون دينار سنوياً بالكويت بس. هذه تكلفة نقل بس النقل، فما بالك الردم بذاته يعني. وأيضاً من ناحية ثانية تدرون إن الإسراف يكلف الأسرة الكويتية نصف ميزانيتها، يعني نصف فلوسك اللي تشتري فيها الطعام راحت هباء منثورة على طعام مهدر. نعم، وعشان كذي أيضاً موضوع ضبط الميزانيات وعدم الإسراف له أيضا أثر
على يعني اقتصاد العائلة. ومن يعني ضمنها الطعام. تخيل لو عندك هالفلوس شنو ممكن تسوي؟ طبعا تروح في أمور أخرى أحسن منها تروح كنفايات. صحيح أتفق وياك. عايشة طبعا أذكر معاي لجين جابر الشمري وعايشة يوسف النجم المتعلمات في ثانوية الروضة في فصول الموهبة، وقاعدين يكلمونا عن موضوع حفظ النعمة أبعاد وزوايا. المشارك في مسابقة نسيمات الخزامة في وزارة التربية. زين عايشة، شنو واقع الطعام المطبوخ في الوجبات الرئيسية للأسر الكويتية والهدر اللي نشوفه؟ هي تطرقت لها عايشة لجين بشكل غير مباشر. طبعا أول شيء ببلش بمعلومة، في دراسة تقول أن هناك 1,500,000 طن يهدر سنويا بالكويت، إنزين بكمية وضعت بقائمة الدول العشرة الأولى في العالم من حيث هدر الطعام المطبوخ بالنسبة للفرد الواحد. وإحنا من الجانب التوعوي كفريق سوينا تجربة اجتماعية، هذه التجربة الاجتماعية تبين أثر هدر الطالبات، ووضحنا كذلك للطالبات النقطة أو الدراسة اللي توا ذكرتها. هذه هي التجربة، ان احنا وزعنا على الطالبات وعطيناهم اكياس تقريبا حجمهم كذي صغار عشان يعبونها بعيش او ارز، كمية العيش الأرز اللي هم يهدرونه من الطعام عندما يعني يأكلونه. يعني مثلا أنا الحين اليوم كليت باقي شوية من العيش، هذا الكمية من العيش أبيك تحطي لي إياها في تشيز، ولكن العيش اللي نحط بالتشيز ني مو مطبوخ ويمثل العيش المطبوخ. انزين تقريبا الحين الحمد لله حصلنا فوق 250 تشيز، وبإذن الله راح نعبيهم بوعاء راح يبين الكمية الهائلة والكبيرة من الطعام المهدور واللي قد يستهين فيه الفرد. يعني أنا كفرد هذا الشيس صغير بالنسبة لي ولا شيء، عادي ما عندي مشكلة أقطه، بس لا هذا الفكر غلط، ما يصير كذي نفكر وما يصير نستهين بهذه الكمية القليلة. الحين هاي 250 تشيس اللي يمعتهم ممكن كم عائلة تستفيد منهم؟ إيه إحنا هذا الهدف الغرض، إيه إن إحنا راح نعبي إن شاء الله الوعاء وبعدين راح يعني نتطوع فيه ونتبرع فيه للأسر المتعففة في الكويت عن طريق أستاذتنا شريفة المطوع. ويعني هذه التجربة يعني جدا جدا يعني بينت لنا إيش كثر إن الطالبات استجابوا لنا، فهم يعني يابوا الكياس سوري وبس والله. وهذا دليل على إن في وعي قاعد صح يزيد. صح في وعي قاعد يزيد. وهذا أمر يعني مطلوب ووايد زين وايد زين. زين شنو الأسباب لجين اللي تؤدي لوجود فائض في الطعام من وجهة نظرك؟ زين احنا بعد ما ذكرنا المشكلة عشان نحلها لازم نقول الأسباب. زين ليش الناس قاعدة تهدر الطعام؟ ليش في زيادة بالطعام اللي تخليني أهدره؟ ليش؟ في عدة أسباب ويمكن أغلبها قاعدين نسويها احنا أساسا مو حاسين. الحين بالعقل شنو الشيء اللي يخلي الأكل يزيد؟ ببساطة إن لما نروح الجمعية نشتري أكثر من اللي إحنا نحتاجه، نشتري زيادة على اللزوم، والحين إحنا مقبلين على رمضان يعني الجمعيات راح يصير عليها لود في يعني عروم. لحق ما تلحق سلة وما أدري وكبونات صحيح كل الأرفف يعني راح تلاقيها فاضية. بس معقولة إن كل هالأكل اللي قاعد يشترونه الناس هم أساساً قاعد يستخدمونه أو كل هذا الأكل هذا احتياجهم الفعلي؟ طبيعي لا يعني يعني السبب الأول في هذا الطعام هو المبالغة في التسوق في الجمعيات وشراء كميات تزيد عن حاجة الأسرة. حلو، وحتى لما يطبخون من نظرية الحين بتطرق لك انزين يزيد ولا ينقص وما ادري شو يزيد ولا ينقص انزين بعد ما شريت الأكل في ناس ما تخزن الطعام اللي شريته بالطريقة الصحيحة. يعني مثلا الأكل المفروض ينحط بالثلاجة ما قاعد تحطه بالثلاجة صح ولا لا؟ بالتالي الأكل هذا راح يخترب راح يقطع عزكم الله بالزبالة. نعم زين عايشة شنو طرق الحفاظ على فائض الطعام من الهدر؟ طبعا مثل ما ذكرت زميلتي لجين ان احنا مقبلين على شهر رمضان اللي له مكانه كبيره بقلوبنا كشعب كويتي وك يعني عرب بصفه عامه. فيعني كما ذكرت ان احنا لما نروح الجمعيات نشتري كميات هائله يعني حتى ما نحسب احنا ايش كثر نحتاج. فانا عندي طرق وايد حق الحفاظ على فائض الطعام. بدايه احنا ما ننكر ان في وايد ناس عندهم مفهوم الهدر غلط، يعني مثلا واحد قط شويه مثلا ارز وهذا بالنسبه له هذا مو هدر ولكن هذا هدر. فاحنا قاعد نحاول ان احنا نصحح هذا التفكير من الجذور وفي مراحل نتبعها عشان نقلل من الهدر الى
أن نصل إلى نقطة أن إحنا خلاص نقضي على الهدر، هدر الطعام كله نقضي عليه. ومن هذه المراحل أولاً أن إحنا نبدأ بتقليل الكميات. شلون؟ يعني مثلاً أنا اليوم أبي أكل كمية على قدر احتياجي، ما أزيد. وفي مثل يقول العين تأكل قبل الفم، صحيح. فإحنا ما نتبع هذه يعني الشيء، فإحنا يعني نشارك هم الأطباق الرئيسية مثلا في المطاعم وغيرها، ونحط على قدر احتياجنا. والخطوة الثانية ان احنا ما نقط اي شيء، لو مهما كان ما نقط اي شيء، نقدر نستفيد منه في كذا طريقة وراح اذكرها، بس احنا ما نقط ولا شيء. حتى ترى كلامك على متمة عايشة، في لما نروح حتى مطاعم ترى هم عندهم هذه خدمة انه بعد اذا زاد الاكل ممكن تاخذونه تيكوي وياكم، سواء انتم تاكلونه او تعطونه لشخص محتاج، هو اجدر من انه يروح وينقط. ولكن في مشكلة قاعد نعانيها على النقطة اللي ذكرتها، ان في ناس يستحون انهم يطلبون الاكل سفري او تيكوي. ليش؟ ما ادري اصلا في بعض يعني المطاعم تبادر تقول تبون اخذ لكم، يعني يطلع منهم بعد. حتى العمال يعني بعض مرات هم اللي ياكلون الاكل، وهذا شيء زين صح. من انه ينقط، ولكن في مطاعم لما تشوف ان الاكل ما نوخذ سفري او تيك اوي ينقط. وحتى مثل ما ذكرت لجين، النقل والردم هذا كله يعني فوق انه هدر الطعام هدر للمال، واحنا ما نبي هالشيء. وكذلك نشتري بس اللي محتاجينه، ما نشتري عن يعني شيء احنا مو محتاجين. تعالي فهمي ارباب الاسر هالموضوع. بالضبط يعني لازم بلتشيل. ترى التسوق ذكاء، احنا لازم نتسوق بذكاء، ما يصير نتسوق كذي على الله ونيب اللي نحتاجه واللي ما نحتاجه. لا، لان ما حد يعايركم ان هذا بخل، في صح. فرق ترى. صح. انت اخذ كل اللي انت تبيه، بس اخذ الكميه اللي انت تحتاجها، من النهايه انت شاري حقك، اشتر اللي تحتاجه ورد مره ثانيه اذا خلاص رد اشترى. اي وكذلك احنا على هالنقطه سوينا فيديو توعوي، رحنا جمعيه الروضه سوينا فيديو توعوي موجود. زين ليش ما اعطيتونا اياه؟ دزوا لنا اياه ان شاء الله عشان نحطه احنا ان شاء الله. هذا الفيديو التوعوي كان بتمثيلي انا وزميلاتي، ومصوره كانت لجين. الفيديو وايد يعني جدا جدا حلو، يوعي الناس ان هم ما ياخذون يعني كميات اكبر من حاجتهم. وهم ما نفرق بين الأشكال، إحنا قاعد نشوف إن في وايد ناس مثلاً يشوفون طماطة يعني قد تبدو شكلها يعني مختربة، ولكن هي مو مختربة، وطماطة ما شاء الله عجيبة شاطرة شائعة عليك نور. أنا لا أبي هذيك، ما أبي المختربة اللي أظن إنها مختربة. بالنهاية أثنيناتهم يأدون نفس الغرض، أثنيناتهم نفس الطعم، نفس المواد الغذائية. لا عاد أنتي رحتي على الطماط، لا الطماط لازم تكون شاطرة. لا يعني هم يعني مو بس الطماط، في بعض الأطعمة اللي يبدو شكلها إنها هي مختربة بس هي تأدي نفس الغرض، فإحنا ما نفرق بين الأشكال، عادي ناخذ اللي يعني نشوفه يعني. لا مثلا في طماطة ولا بطاطا في طالت لها صعروره. في ناس ما ياخذونها. لا هذه عادي، ابي واحده سليمه. اي يعني انت الحين تبي تسوي مرق كلها تصحى. صح صح بالضبط. وحتى في بعض الامهات اللي اختاروا بالشيء على يعني نظرهم يشوفون ان هذا شيء مختلف، بس يسوونه عصير. انتوا في قولوا لي الصج الصج في بيوتكم، انتوا في بيوتكم لما بديتوا هذه الحمله لقيتوا مقاومه ولا لقيتوا مباركه؟ بدايه انا قبل لا ادش بالمسابقه يعني أنا كنت أهدر، ولكن بكمية قليلة جدا، أصلا كان يحز بخاطري إنه لا ما أبي أقطع. بس شنو نسوي، بعض المرات الإنسان ما يقدر يعني خاص يعني أنا شبعت ما أقدر، ولكن هم في طرق أتخلص من هذا الطعام بحيث إنه ما أهدره، بس إنه أفيد في غيري، وراح أذكر هذه الطريقة بإذن الله. فأي يعني إحنا ما يصير إنه يعني نأخذ أكثر من حاجاتنا. إيه بس بالبيت صار في مقاومة للموضوع ولا مباركة؟ صراحة يعني ما قالوا من أخواني صاري أكيد. إيه أذتينا إشتبين إشدعوة يصير. لأن أتكلم بمنطق صح. اليوم أنتوا وجودكم علشان تخلون اللي الناس تشوف هذه المواضيع وتنظر لها بعين الاعتبار بأن صج ترى النعمة زوالة، والواحد لازم يحتاط ولازم يعرف وفي ناس وايد محتاجة، بس إحنا مرات من الرفاهية اللي الله سبحانه وتعالى يعني أنعم علينا فيها ما نحس بالآخرين، ولازم إحنا نحس بالآخرين صح. علشان يعني نسعدهم في قوت يومهم اللي هم يمكن مو حاصل لهم. بالضبط. زين دوركم أنتم كفريق في مساعدة المجتمع الكويتي على الهدر، إيش راح تسوون؟ هل في خطط أخرى مستقبلية ما بعد مسابقة يعني نسيمات الخزامة؟ هذا الأمر وين بتروحون فيه بعد أبعد من كذي؟
طبعا مسابقة نسيمات الخزامة هي بالنسبة لنا يعني مسابقة عطتنا الدافع ان احنا نوعي الناس، وما زلنا يعني راح يعني ان نستمر في توعية الناس حتى ولو توقفت هذه المسابقة. يعني لو وقفت هذه المسابقة انا راح استمر في توعية كل من اشوفه. ويعني هي يعني لها اسم اللي هي الخزامة، نبتة الخزامة. هذه النبتة لما تموت تبقى رائحتها موجودة واثرها موجود. احنا نبي نصير نفس الخزامة، نبي اثرنا يبقى موجود حتى لو المسابقة خلصت، يعني أثرنا مستديم باستدامة. بالضبط. نعم، وهذا شيء جميل. لجين جابر الشمري وعايشة يوسف النجم المتعلمات في ثانوية الروضة في فصول الموهبة، أنا اليوم أشكركم على هذه الإيجابية اللي أنتوا يعني أتحفتوني أنا فيها، وإن شاء الله المستمعين والمشاهدين عساكم على القوة وقواكم الله. وايضا شكرا ل يعني فريقكم كامل، شكرا للمعلمات يعني خلود النصف وشريفة المطوع، شكرا ايضا لمركز صباح الاحمد للموهبه والابداع، وايضا شكر موصول لكل يعني الطالبات والهيئه الاداريه والفنيه في ثانويه الروضه. وانا متاكد ان في مثل لجين وعايشه هناك بنات كثر يحملون صحيح. نفس هذا الهم على عاتقهم، وهذه الرسالة الجميلة اللي إن شاء الله دائما الكويت تكون زاهية بنشاطكم وإبداعكم بإذن الله. في عندكم شيء بعد تبون تقولونه؟ آخر شيء بس بذكره الحين إحنا بحملة طحني نظيف سوينا نفس حملة. الحين إحنا صحني نظيف على جديدة ما قلتيها. إيه الحين إيه. وايد أشياء وايد أشياء. لا عل نسوي بعد يعني لقاء ثاني في رمضان. إن شاء الله. إيه بس لكم خلقنا برمضان تيوم. أكيد إيه. زين أشوا زين قولي. زين خل أقول لك. الحين إحنا نبي نتأكد إن أنت قدرت احتياجك من الطعام. فسوينا نفس حملة بعنوان صحني نظيف. ببساطة إذا خلصت صحنك بالكامل بس تصوره وتحطه بموقع بادلت، احنا سويناه حائط إلكتروني. جميل. يوميا قاعد توصل لنا عشرات الصحون وهي نظيفة من ناس قد قدروا يحققون الهدف اللي نبي واللي نرجو. يعني إذا أهم استجابتهم لنا. إذا أهم قدروا أكيد كلنا نقدر. حلو حلو جميل. وبالتالي راح يحصلون على وسام حفظ النعمة. حلو بشارك كان يصير؟ أكيد يصير. أي بس كل يوم بدز لكم بادية التشريف. كل مستمعينا ومشاهدينا يشاركون بإذن الله. عساكم على القوة. شكرا لجين وعايشة، وإن شاء الله على الوعد نشوفكم إن شاء الله بحلقة برمضان إن شاء الله بالوقت اللي يناسبكم راح ننسق معاكم فيها. وشكر موصول مثل ما ذكرت لي كل الفرق التطوعية في الكويت، وهذه دعوة من إذاعة وتلفزيون المارينا للتواصل المباشر عبر حساباتنا الموجودة في السوشيال ميديا أو عبر يعني الإيميل أو عبر طبعا يعني التواصل المباشر يعني حضوركم إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون الموجود في السالمية مجمع المارينا مول في الدور الأول. حياكم الله الكل، بابنا مفتوح لدعم كل هذه المجاميع وكل مشروعة، لأن احنا مؤمنين في الرسائل العظيمة المجتمعية اللي انتوا تقومون فيها، وإن شاء الله دائما نلتقي على الخير وفعل الخير. شكرا ويعطيكم العافية. فاصل.